أكثر. ما هو سؤالك؟ ما مفهوم دولة الخلافة؟ تعريف واضح لمفهوم الخلافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد. بداية، لا يوجد نظام محدد للحكم في الإسلام. ما يرتضيه الناس حاكما وفق مبادئ إسلامية معينة تطبق شريعة الإسلام، هذا هو الحكم في الشريعة الإسلامية. في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو النبي والرسول والحاكم. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يخلفه حاكم يحكم الأمة التي أسسها محمد صلى الله عليه وسلم. كان الاختيار كما نعلم في سقيفة بني ساعدة، تم اختيار سيدنا أبو بكر الصديق. وبالطبع نودي بخليفة رسول الله، أي أن كلمة خليفة لم تطلق على أبي بكر إلا لأنه خلف رسول الله في الحكم. أبو بكر رضي الله عنه ظل فترة قصيرة في الحكم، ثم تولى بعده سيدنا وإمامنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يقال له خليفة خليفة رسول الله. إذا أذنت لي هنا، يعني تولي سيدنا عمر الحكم أيضا جاء بشكل مغاير لما تولى به سيدنا أبو بكر. نحن ما إذا كنا نبحث عن يعني صورة قدمها الإسلام لمفهوم نحن الحكم أو الدولة، ما زلنا سيدي لم نتحدث عن طرق الاختيار. نحن حضرتك سألتني عن معنى الكلمة. فإذا سيدنا عمر نودي بيا خليفة خليفة رسول الله، وظل الأمر على ذلك فترة طويلة. لكن فكر بعض المسلمين أنه من سيأتي بعد عمر سيقال له يا خليفة خليفة خليفة, خليفة وهكذا. نعم. يتطاول الأمر أو يظل الأمر يعني غير مقبول وممجوج. ربما تصادف أن قدمت بعض الوفود الأجنبية إلى المدينة المنورة، أو أن أحدا من كبار المسلمين أشار، فقال الذي دخل في وفد كبير أين أمير المؤمنين؟ أين أمير المؤمنين؟ فقالوا صدقت، نحن المؤمنون وهو أميرنا. فأول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين هو سيدنا عمر بن الخطاب. هذا بالنسبة للتسمية. بالنسبة لطرق الاختيار، لا يوجد نظام محدد حدده الشرع أو حددته الشريعة بحيث يتم الالتزام به قولا واحدا. احنا نجد أن بعد التحاق سيدنا رسول الله بالرفيق الأعلى، هنجد أن الأنصار الذين أووا ونصروا كما بنص القرآن الكريم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واعتقدوا أنهم أحق بالحكم وبخلافة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما تعلم، وليس المجال في حلقتكم مجال سرد الحوادث الكثيرة التي حدثت في سقيفة بني ساعدة إلى أن تم حسم الأمر، يعني لدرجة أنه كانت هناك بعض الآراء سيدي التي قالت فمنا أمير ومنكم أمير، يعني أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار. فحتى قال سيدنا عمر هيهات لا يجتمع سيفان في غمد، عشان نعرف مدى خطورة شأن الحكم في الإسلام، وأنه يجب أن يكون باختيار لأهل الحل والعقد والعامة من المسلمين.